مساكم الله بالخير، هذا هو أبو الخير، هذا هو هو، هذا هو أبو الخير، هذا هو ودر مكانه وعايش زمانه، ودر مكانه وعايش زمانه. مالك انت يا أبو الخير، ايش دخلك بأمر الغير؟ ايش دخلك، ايش دخلك بأمر الغير؟ ايش دخلك؟ وين الغلط ها؟ وايش الغلط؟ هذا انا ابو الخير، هذا انا ابو الخير، هذا انا ابو الخير. ما احب ابد اشوف الغلط، واللي يغلط انا لازم اوقف عن الغلط. نعم أنا الخطأ، وهذه رفيقة العصا. إن العصا لمن عصى يا الصح، يا إما هذا العصا. ما أحتمل أنا الخطأ، وهذه رفيقة العصا. إن العصا لمن عصى يا الصح، يا إما هذا العصا. ما الباق وابو الخير، ما الهم ما للغير. ما الباق وابو الخير، ما الهم ما للغير. شوفوا أفعالهم اليوم، شوفوا شوفوا شوفوا، وعايشوا هذا اليوم، عايشوا نعم عايشوا. شوفوا أفعالهم اليوم، شوفوا وعايشوا هذا اليوم. شوفوا الحمد لله على السلامة. رجعتي؟ أيوة رجعت. خالك الحين ما موجود في البيت، وتعهد حال أبوي إنه ما يتدخل في أموره ولا يضايقه. إيش؟ مالك كذاك مستغرب؟ ولا يعني زعلان عشان رايك ما طلع في محله؟ معقول خالي؟ لا 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 ما أصدق. وليش ما تصدق؟ يكون علمك ان خالي طلب مني اخذ رايك في موضوع قيامه عندنا هنا، لكن انا رفضت، ولما عرف بالموضوع ترك البيت علشان حضرتك ترجع بيتك، وراح لابوك يتنازل عن رايه وموقفه علشان ايضا حضرتك ترجع لبيتك. وهذا الحين انت راجع ورافع راسك وكأن رايك هو اللي تنفذ. بدر سمعاني للاخر خالي، لاني شايف انه ابوك يقوم باعمال غير مشروعه، كان ما تكلم، يحفر الطويان بالليل، يخالف البناء، ما أخذ الدنيا على حساب مصلحته، يخالف أي قانون أو تشريع علشان يوفر وبس. رجل بهذه المواصفات كان لازم حد يوقف ضده، والرجل اللي وقف ضده هو خالي أبو الخير، أبو الخير اللي تنازع عن رايه ومبدأه علشان حضرتك تردي بيتك. بدر خلاص أرجوك يكفي. أنا أتعهد لسعد، أنا بعدني ما أعرف كيف سويت. يا أبو الخير يقولوا الصلح خير، والباب اللي جي منه غيح سده هو استغيح. لا والله. هي والله نعم لك يقولوا والله. وأنا أقول لا، فين خير دي اللي بيجي من سحد؟ أنا بعدني ما مصدق. تتغادى غصب عنك؟ ما ظنيت في يوم من الأيام أني بكون في موقف يخليني أقبل الغلط. يا أبو الخير أنت ما سويت شيء غلط. لا سويت غلط رص، بعد ما دام وعد سعد أني ما أتدخل في أي شيء اللي يسويه فهذا غلط، خصوصا ان احنا نعرف سعد ايش اللي يسويه. انت ترى هذا اللي صار، انت ما قدامك شيء. انا ما فكرت زين ولا كنت بحصل المخرج، لكني ضعفت
وعمري ما كنت ضعيف. يا ابو الخير انت سمعت مني؟ هدي اعصابك وانسى هذا الموضوع. انتوا ايش اللي مخلينكم ما تعرفوا الغلط من الصح الا كلمه ننسى؟ كيف يعني؟ كيف يعني؟ لما تغلطوا تحسوا بالغلط تقولوا ننسى، ولما واحد يذكركم بالغلط تقولوا لا انسى. ابو الخير والله انا لفيت لي بمخي. نعم ما فهمت منك شيء. احسن انت اسمع انت توعد ايش ناوي تسوي؟ انا ما متعود اعطي كلمه وارجع فيها، لكن مع سعد بالذات لازم افكر وافكر وافكر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الله العمر. ما لك من جاي بعد ايش في؟ لا عزه ولا شيء. وين ربعك اللي يشتغلوا معك؟ لا يكون تركوا راحوا. لا ابدا ما في حاجه، ما في شيء. مالك الله يهديك. وما بغيت تتكلم قدامي؟ لا ابدا عم ثابت، بس هم يعني شويه غير ايش اللي صار؟ هل يكون اختلفوا معك؟ لا ابدا. ابو تو ماذا قريب اليوم انت؟ كل ما سالناك قلنا ابدا. وليش اللي صار يا غريب؟ ترى احنا يا ولدي جاهزين ومستعدين للمساعده. تسلم يا العمر بالخير، تسلم وخيرك سابق. وانا؟ وانت بعد يا عم ثابت، خيرك سابق. بس الحقيقه الحاله اللي فيها الاخوان حاله ملل وضيق. زين ايش السبب؟ هي نعم قلنا ايش السبب؟ تعرفوا ان احنا مقدمين دراسه وطلب قرض من بنك تنميه عمان علشان نفتح ورشه تصليح اطارات بالكمبيوتر، وقلنا عاد نشتغل هني لحد ما نحصل موافقه على مشروعنا. زين على الاقل اشتغلوا اوقات فراغكم. اي نعم اوقات فراغكم استغلوها. كلامكم صحيح، بس الاخوه شافوا يعني جماعه ما ردوا. بصراحه خايفين هذه المساله تطول، وخوفهم الاكبر عدم الموافقه. ما قلتي زين وراجعتوهم؟ الحقيقه لا ما رجعناهم صراحه. حد انت تعرف الشغل في الورشه. وبعدين يا ولدي الصبر في هذه المسائل مطلوب، وما دام الحمد لله انكم تشتغلون فخلاص. انا الحقيقه يا عمي قلت لهم هذا الكلام، بس انت تعرف عاد الافكار تروح وتجي. هذه الافكار طردوها. اي نعم هذه الافكار طردوها. يا ولدي انتوا راجعوا وسعوا وبيصير خير ان شاء الله. ولا اخبرك؟ خبرني شيء. انا ما معك انت، انا مع غريب الحين. قول يا عم ابو الخير، تكلم قول. نادي لي اياهم وخليني اتكلم معاهم. ان شاء الله يا عم ان شاء الله. ولي بعد ابغى اتفاهم معهم. اسمعني اسمعك. احنا نقدر نقنعهم ونخليهم يصبروا، بس عاد اتفق من فينا اللي يتكلمهم. اتفق؟ نعم لازم نتفق، بس نحن المفروض نكون متفقين. للتاكيد يا بدر، حتى نقدر نتلافى اي خلافات. زين هات الكلام. بالاول بغيت اذكرك بالنسبة للخاتم اللي شفناه عند الصايغ واللي وعدتني انك تشتري لي اياه. وانا ما ناسي عشان ذكريني. اذا نعقد اتفاقية العهد والوعد. ايه بتساعد اشوفك كبرت السالفة. ايش هالشعارات؟ المهم انت اسمع اولا. ايه السالفة اولا؟ كاك ما خلصنا اليوم. اولا ان يكون هناك تنسيق مستمر فيما بيننا في عملية ميزانية البيت والمتطلبات، على أن تكون على أساس الموافقة بين الطرفين. ما أعتقد قلت شيء جديد، هذا اللي احنا متفقين عليه. ثانيا أن يكون مبدأ المصارحة هو أساس التعامل في أي مشكلة تواجه أي واحد فينا، بحيث أن ما حد يخفي على الثاني أي شيء. لكن هذا يعتمد على نوع المشكلة. لا 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 يا بدر، المفروض ان اي مشكلة انت تصارحني بيها. اي مشكلة؟ نعم اي مشكلة. زين ثالثا قولي هلكتيني. ايش ثالثا؟ تراني بقول بس جالسة اركز عليها. زين قولي ثالثا ان يكون مبدأ المناقشة وانتهاك اسلوب الإقناع والاقتناع من الأمور المؤكدة. أنا موافق. إذا نسمع رابعاً إنك تحسن علاقتك مع أبوي. أوب ستوب، بسك حدك. هذا الرابعاً يلغى بيننا احنا الاثنين. ملغي ملغي ملغي. لا ما ملغي. ليش ملغي؟
بعد كل الكلام اللي قلت لك اياه عن ابوك. بدر، كيف يعني بنخلي ابوي يتمادى في الغلط؟ المفروض انك تحسن علاقتك معاه حتى تقدر تنصحه. يا بدر، مهما كان هذاك ابوي، وممكن في يوم من الايام يكون انسان مثالي. انا؟ هذا مستحيل. كيف مستحيل؟ احنا ما اتفقنا انك انت تتحمل النص وانا اتحمل النص؟ ايوه، بس اتفاقنا كان مبني على وعد منك ومن ثابت انكم ما تتدخلوا بين بدر وزهرة، وانتي تدخلتي وكلمتيها واثرتي عليها، وجاء ابو الخير وثابت وكلموني. اذا كنت نقضت العهد انا فمن حقي اني ارجع في كلامي الحين. الله اكبر عليك يا سعد، كيف تلف وتدور، ويا ريت لو المبلغ يستاهل كل هذا انت عندك. انا كل ريال له أهمية عندي يا ام فريد، تاجر. زين، احنا تدخلنا عشان بنتك، كيف انت يعني ما تهمك مصلحة بنتك؟ انا اعرف كيف احافظ على مصلحة بنتي. زين، ايش قلتي؟ ايش اقول بعد؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك. انا سعيد جدا انك بدأت تستمر بنجاح في هذه التحقيقات، لكن فريد ليش اخترت موضوع الوفاء بالوعد؟ لعدة اسباب، يمكن اهمها يكون ان الانسان لازم يقطع على نفسه عهد ويقول كلمة ويوفي بها. طيب تعتقد ان مثل هذا الموضوع يثير اهتمام القراء؟ انا ما فهمت المغزى من سؤالك هذا. فريد، انت بديت بمواضيع حساسة ومهمة وقريبة من وجدان المواطن العادي، لكن مثل هذا الموضوع يعني مع انه مهم لانه تقريبا يعني ما في حسبان. ما دام انه مهم لابد ان يكون في خيالات الناس. لا اظن من مناقشتي لك اني ما موافق على الموضوع او اني احاول اقلل من اهميته، لا، هذه مجرد مناقشة. تحديد الموضوع يعتمد على ايمانك بي. خلاص، انا راح اوعدك ان الموضوع راح يكون متميز. خلاص، وعد عن الوعد. طيب انت تعرف من وين تبدأ؟ نعم اعرف من وين ابدأ. من عندي انا تبدأ؟ انا بتفائل بالبداية معاكي في اي تحقيق عمره. ممكن اعرف السبب؟ اذا كنت ما عرفتي فانا راح اوعدك انك بتعرفي قريب. اللي عارفه ان الصحفي يعدد في اختيارات الاشخاص حتى ما تكون اراء في وتيره واحده. صحيح، بس انا مواضيعي مختلفه عن بعضها البعض، وبالتالي الاراء تختلف حتى وان كانت من نفس الاشخاص في كل تحقيق. لكن تعدد تحقيقات مع نفس الاشخاص بيكون في شيء من الرتابه. في كلامك هذا اصرار على الرد بالسؤال المطروح، وهو ليش انا ابدا معاك دائما. يا ليت لو اعرف الاجابه. بكل صراحه وواقعيه انا افكر بالارتباط بك. ليش ما رديتي؟ بصراحه ما اعتقد اني الزوجه المناسبه لك. ها؟ ولما؟ لان ظروفي غير عن ظروفك، واعتقد حتى طباعي غير عن طباعك. انا لحد الحين ما وصلت لدرجه الاقتناع. اللي يشوف طريقه لبسك ما يتوقع انك ترتبط بوحده مثلي، متمسكه بزيها حتى النهايه وما تميل لتركه او تغييره. انت كيف تحكمي علي لمجرد اني لابس غير؟ عفوا لا تفهمني غلط، انا ما معترضه على لبسك ولا عليك، انا فقط ارد لمجرد الرد، ويكفيني اقول لك اوصل لبيتنا ما دام طالبني بالزواج. لا 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 لا، ما يصير كذاك، ما يصير يا ثابت، ما يصير. كل مرة توعدني انك تجي وما تجي. اقول مظن خذ باهي التفاحة وتهدى. بسني جالس من ديك ساعة تكنسني، ما اقول لك كلمة الا تعطيني التفاحة. بسني يبغى يطبق عليك مثل ما يطبق على نفسه. تو انا يا ابو الخير غلطان في كلامي؟ لا يا رمضان انت ما غلطان يا اخوي، كلامك ما يتعيب وصحيح كله. يا رمضان انت ما غلطان، وما حد قال لك انت غلطان، انا اللي غلطان وسامحني. يوعدني كل مرة وخليني احرصه تحت الشمس، هذا كلام؟ هذا كلام صحيح؟ انت يوم ما تبغى تروح للرجال لا تعطي موعد. ابو الخير انت مو جاي لك، ما تحقق علي يا معصب.
انت اللي مخليني اعصب. الله يكون في عونك يا رمضان، والله انك متحمل مسكين متحمل. نعم هذا يتكلم بعدين يتكلم. تو ماني ما اتكلم، قلنا لكم يا ناس انا غلطان وما كذبها. لو مره واحده ما خالف، لكن الناس اكثر من مره ما ترضى بصراحه. كل مره يوعدني ويخليني اقعد اتراي واسوي الموعد وادفع. حاله هذه ما حاله هذه اصلا، انا خسران التدريب هذا. لا حول ولا قوه. تو انا في الحقيقه يا رمضان باغي ارضيك، لكن انت كيف ترضى؟ اذا تبغى ترضيه لا تغلف مواعيدك. مبهدل الرجال المسكين، شوف كيف لونه متغير من ضربه الشمسة، شوف كيف صار لونه. لا 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 انت كيف لا تحفظ علي؟ تبغى يضربني مقشع؟ تستاهل، علشان مرة ثانية لما أقول لك كلمة يكون تسمعها. انزين أبوي بسمعها، وخلي هذا اليوم تعدي على خير. والله حالة دي حالة، أنا بصراحة عمري ما شفت إنسان مثل ذا. حتى يا رمضان بعد ما شفت مثل أبدا. رمضان أخوي ما علي أخوي، نبغى منك السماحة هالمرة، وإن شاء الله أنا وعدك أنه يلتزم مواعيده من اليوم ورايح. والله إيش أقولكم، بس أنا بصراحة أريده يوعدني وما يخلف. التوبة التوبة، أوعدك وأخلف وعدي. تبغاني أحلف لك؟ أيوة يا خالتي، أنا أعرف واحدة اسمها عزيزة، ليش تسألي؟ لأن ولد خالتش من يوم راجعوا هالكنا بسالفة عزيزة هذه. تو أنا بسألك، عزيزة هذه من؟ عزيزة هذه واحدة تشتغل معانا في الشركة. بعدين خالتي تراني أنا ملاحظة جيات فريد كثراً هذيل اليومين على الشركة. عقب هي ما حد غيرها. إنزين وإيش يقول عنها؟ يقول يا زهرة، أقول إن يمكن يكون لها نصيب في الزواج مني. عزيزة إنسانة طيبة وفعلا بتكون سعيدة لو أنت تزوجتها. لا لا لا، بهذه الحالة وبهذه الرتابة من الأفكار، لا 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 ما أظن، محتاج لها بعض التغييرات. أنت مو باغي تتزوج، باغي تشتري سيارة. زهرة وين بدر؟ بدر هناك في المكتب ينتظرك. بالإذن. أنا هذا الوليد بظل طول عمري ما فهمت إنه. يا خالتي فريد الحين أحسن من الأول، وكلها فترة وإن شاء الله بيكون طبيعي. الله يصبرني حتى يكون اللي تقولي عليه طبيعي. ولا خالتي الوقت يركض وبيسبقني ترى. يلا أغراضش جاهزة؟ نعم جاهزة، بس لحظة أسير أجيب الثياب عشان لا نتأخر على حريم. إن شاء الله. صديقي المستمع، صديقتي المستمعة، نقول لكم باختصار الجاهل صغير وإن كان شيخا، والعالم كبير وإن كان حكيما. باختصار قالوا الابتسامة لغة لا يفهمها الإنسان. أقول ولدي مالك، ما أنت مريض؟ أشوفك تتلوح؟ أنتم ما فاهمين، خلوني طاير في السماء مثل الحمام. بس ما يسوي كذي، تحت مركبت معنا ما قلت لنا وين رايح. رايح أداوي الروح وأجبر قلبي المجروح. أنت تشتغل مجبر؟ كيف مجبر؟ يقول لك قلبك، هذا أكيد يشتغل دكتور. الله يخليك، شغل هذا الشريط حتى نوصل للحديقة. حديقة؟ أيوة الحديقة، واسرع شوية علشان لا تأخر على موعدي. ولا زلنا مع الوجود أيضا. حنود والأحباب اللي نسونا ورجعنا ما في الحديقة. تقول هذا الولد حالته صعبة؟ لا 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 لا، حالته وايد صغيرة. يلا احنا ايش علينا؟ بنوصل اصلا. ثابت. نعم الخير. وفاق غصنش يا ألومة، شربت في دمع العيون، وقلبي هلما لام عنوني ويلوموني ويلوموني. وفاق غصنش يا ألومة، شربت في دمع العيون، وفاق غصنش يا ألومة، شربت في دمع العيون.
ثابت؟ نعم. هذا الولد أكيد وراء سالفة. أي سالفة الله يديك؟ هذا الولد عنده موعد الحديقة. إذا كان موعد من اللي أنا أفكر فيه فهذا غلط ولازم يتصلح. حرك أبو الخير. ها؟ إحنا على إيش اتفقنا؟ إن شاء الله أبوي إن شاء الله وربك يستر عادك. يلا يلا أبوي يلا يلا. الأشياء. أكيد تريد توزعهم كهدايا. لا أنا بلبسهم. معقولة؟ طبعاً. لا لا سالفة كبيرة ولازم تقول لي عليها. في السيارة سأخبرك بالأمر. حسناً تقدم وعجل في المسير، لكن يا ريت لو تقول لي جزء بسيط من السالفة. كلمة واحدة وتوضح المعنى. إذا قلها. عزيزة ليش؟ ليش بقيت؟ من هي يا ولد؟ انتو؟ ايش اللي جابكم وراي؟ احنا انتو اكيد مرسولين تراقبوني. اجلس بالاول. بالاول من انتو؟ احنا انس انس لا تخاف، احنا جايين نساعدك. انت قولنا بالاول واحنا بنساعدك اذا عندك مشكلة. ما حد يقدر يساعدني. قول بالاول. اخافكم مرسولين. انا شفت السمين وراي كم مرة. السمين؟ أيوة. تروم وتركضوا؟ وابوي هيا بسرعة. وابوي 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 الله يحفظك. لا إله إلا الله. الله يعطيك. وين وعدك يا أستاذ؟ أي وعد؟ أي وعد؟ أنت ما قلت إنك رايح مع فريد السوق؟ أيوة. زين وين اللي وعدتني بيه؟ لا يكون قصد الخاتم؟ أيوة الخاتم. هو في الحقيقة هو هو لا يكون ما جبته؟ أنت سمعيني بالأول؟ بسمعك بس أوجز. من باب الاتفاقية اللي عملناها واللي أساس الصراحة والمناقشة والتقدير المالي المتبادل و... أوجز. ما يخفى عليك يا زوجتي العزيزة. قلت أوجز. ما عندي فلوس. نعم. كان باقي عندي كمين بيسة أعطيت الربيع.
أنا آسف. لا يا بدر لا، أصلاً أنا كنت أمزح معك، لكن أنا بعدني بجيب الخادم. يعني هذا الريال كان جاي يأدبك؟ والله إنه بيهلسك. نعم لو قاب ظنك كان بيهلسك. نحن أبوي كان مروح فيها. إيه نعم، لكن هاي الداهية كيف عرف؟ أكيد سمعني وأنا أكلمها وأخذ موعد معها. وما دام أنت تريدها وهي تريدك، ليش ما تخلي أبوك يخطبها؟ ليش؟ أبوي ما موافق وأبوها ما موافق، كانوا شركة في التجارة ولما اختلفوا تعادوا ونحن الضحايا. إيه اسم أبوك أنت؟ إيه اسم أبوك؟ مو باقل لأبوه؟ ها؟ وإحنا هين قايمين حصله؟ هذا هو بيتنا وأبوي موجود في مثل هذا الوقت. أنا كأني حاسبه إن حمود هو حمود اللي أنا عارفه. يلا ننزل. يلا نزلوا أنتوا وخلوني أنا بعيد، وإذا تقدروا تسوي شيء مع عني ما واثق من هذا حاولوا. أنا إذنك يا ولد. يا ولد تعال يا ولد. خليه يروح خليه يروح، مالك الله يهديك. ومن رأيي إن إحنا نروح بعد. اسمع أنت، إذا ما سوينا شيء وأبوي، وأنت إيش ناوي تسوي محمود؟ أتفاهم معه. حمود أبو الولد هو نفس حمود اللي كلمته عن التقاعد. إنزين تراني عارف إيش فيها بعد. كيف إيش فيها؟ أبوي أحسنني أخبك وأقول لك قبل تتورط. نعم من شوية طالعين من وقتها. أقول إيش عندك؟ الرجال لما جلست كلمة عن التقاعد وإنه يترك المجال لغيره جاء التقاعد بعد أسبوعين. إنزين كيف إنزين؟ أقول لك الرجال متشائم منك ومتعقد منك وما يبغى يشوفك. والله هو نعم، هو اللي قال نعم. ما يهمني، يجوز معدل ولدك ذاك، أنا بروح له. يا أبو الخير يا أبو الخير. تبغى تجي معاي حياك، ما تبغى انتظرني. لا حول ولا قوة إلا بالله من هذا الإنسان. نعم نعم ما هو جاي من هذا الإنسان. نعم أنت بالذات لما أبغى منك كلام بر. وليش عاد يا أخوي ليش؟ أنا قصدي أسوي الخير. أنت كل ما تتكلم في سالفة ما أظن بيصير فيها خير. يا حمود يا أخوي يا حمود، مالك الله يهديك. إيش هذا الكلام؟ الوصول إنك تحترم رجال لأنه في بيتك. ها ترى الحشمة حالك أنت ثابت، أما هذا فأنا ما مرتاح له. البرق مرتاح له ما عليه، المهم إنك تحل مشكلة ولدك بس. يا أخي ولدي ولدي، وأنا حر معاه أزوج البنت بو أبغاها. لا لا، اتزوج اللي هو يريدها ما دام إنها البنت زينة وبنت ناس وأصيلة، وخاصة إنه أبوها شريكك. قوم تكلم ساعدني قول شيء. شبيك لبيك ثابت بلجك. اسمع مثل ما قال أبو الخير، ما دام هذا الإنسان شريكك ويتعامل معاك فما لازم إنه يكون الخلاف على حساب الأولاد. ثابت انت ثاني معاه شو؟ انا في الحقيقه ابو الخير قال يتكلم وتكلم. افا عليك بس افا عليك، حد انك رجال عاقل؟ انا وبعدني ولد الشرب حمود. ايش هالكلام هذا؟ انا ما يعجبني تقول هالكلام. ولك انا بطوطه بطوطه هذا بطوطه. مالك الله يهديك، مالك توك بخير وهادي، ايش فيك؟ ما تسمعه ما تسمعه، بس يتهمني بالكلام ما تسمعه. في انا يعجبك في نفسك؟ لا المهم انا قلت بو فيه الفايده، وانا حلفت ما زود ولدي حال هذه البنت البر. مقطعت على نفسي عهد. غلطان انك تقطع على نفسك مثل هذا العهد. غلطان ونص. يعجبك بعدين لما الولد يتصرف من غير ما يخبرك يعجبك؟ لا 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 لا، ولدي ما يسويها. وبعدين انا ما اخذ من السياره علشان ما يمشي يشوفها. اسمع انت، زين مركب مع حد من اصدقاء وتاكسي مثل ما سوى اليوم. انا قاطع عليه التليفون. هو قاطع عليه التليفون؟ هذه ما مشكله، اي كلمه من الشارع. وبعدين اذا تزوجها من وراي والله لا احرمه من الميراث. ما دام انه يريدها يسوي اللي تسويه. احسن لك يا اخوي توافق. لا نعم لا نعم. لا اله الا الله محمد رسول الله، هل جتنا هذه من فريد؟ اعتقد انكم وعدتوني لأنكم ما تتدخلوا في أموري. إحنا صحيح وعدناك، لكن أنت بعد وعدتنا. إيه نعم، أنت في الحقيقة
رحت ونسيت وعدك ورجعت الطالب أم فريد بما إنك متفق معاها وقايلها إن هذا المبلغ يكون بالنص. وما دام إنك نكهت عهدك ووعدك فلا تلومنا لو جينا نسألك. خلصته؟ أنا في الحقيقة خلصت، إلا إذا كان الأخ العزيز الأخ ثابت. نعم. عندك شيء تقوله؟ والله في الحقيقة يا أخ أبو الخير أخي العزيز أنا في الحقيقة ما عندي شيء تو، لكن إذا سكت في الأمر شيء. أتفضل الأخ سعد إذا عندك رد على كلامي. أنتوا إيش تريدوا الحين؟ نريدك توفي بوعدك مع عصيرة. هذا موضوع ما يخصكم. أبا كيف ما يخصنا؟ يخصنا ونص. هذيك زوجة أخوي المرحوم وأم ولد أخوي. ولازم توفي بوعدك معها ولا تراني وراك وراك لحد ما تطيح يا سعد. أبو الخير ما سعد اللي يتهدد يا حبيبي. هذا ردك؟ واعتقد انك سمعته. زين ابشر ثابت ربك. يلا روح هذا الاخ بنشوف له ترتيب. وغيابك يا سعد وغيابك. يا ترى هل يا ترى بيستمر ابو الخير يصلح اغلاط الورى بيستمر ابو الخير بيستمر ابو الخير يا ترى هل يا ترى بيستمر ابو الخير بيستمر ابو الخير يصلح اغلاط الورى بيستمر ابو الخير بيستمر ابو الخير وصاحبه من مر امره غريب ما يندري بكرة يشوف معكم نطوف بكرة يشوف معكم نطوف في جولة مع أبو الخير يصلح أغلاط الخير في جولة مع أبو الخير يصلح أغلاط الخير بكرة يشوف معكم نطوف بكرة يشوف معكم نطوف في جولة مع أبو الخير يصلح أغلاط الخير في جولة مع أبو الخير يصلح أغلاط الخير ودر مكانه بالخير.